اقرا اللي في الورقه وجاوب عليه. اوف والله يعني نشاط نشاط جميل يعني. على طول على طول على طول انا كسعود والله. بيت تربيع هذه بيت تربيع. طيب جاهزين تم عليها هذه عيا ما يعطينا 10 حق تربيع. لا والله يعني على تربيع سوء الظن مصيبه. عطاك 16 لون وعطاك الالوان وش وعددها. طيب اختر يا شيخ سعيد يلا وعطلي على يمينك. راضي 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 باختيارك. وش فيها يا ربعي؟ علمنا احمد ايش فيها يعني بيني وبينك. ايه تفضل اقرا. السؤال لسعيد ولا لي انا؟ والله السؤال الاصل لك. الله سطرين. اقرا اقرا اقرا. يقول السؤال وش بتسوي اذا انكبت القهوه على ثوبك وعندك اجتماع مهم بعد ربع ساعة؟ بعد ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة فيه واو زايدة. بعد ربع ساعة وبيتك بعيد عنك نص ساعة ولا معك ثوب ثاني. تفضل يا اخوي سيد. وش دخلني انا؟ السؤال لك. هذا الان موقف انت تحط نفسك في وش بتسوي اذا انكبت القهوة على ثوبك وعندك اجتماع مهم بعد ربع ساعة؟ ما قالوا تحفظ يا اخوي، ما قالوا تحفظ وتعيد. طيب بحاول اني امسح. هذا تطلع فريدة تبي اشبه ابو زايد. واحد بخارج عمره بمسح ال ما امسح قهوة بنات الزعفران قهوة سوداء. اجتماع مهم بحضر الاجتماع. بتحضره بالقهوة على ثوبك وانت مدير مثلا مدير تنفيذي. تفضل تفضل ادري اللقاء. تفضل انت خذ الاوراق. والله شفناك ساكت شفناك ساكت يا ابو عادل. يا ابو الا تلزونك ايش مسوي؟ ينزل ثوبه خلنا نبي نضيق عليه يا اخي. احنا بنشد عليه شيء بيفسخ. طيب الان الان فقره التضييق. ضيق عليه ضيق عليه ضيق عليه ضيق عليه. يلا احسنت. يلا فك الثوب. قلت اللي عندي بحضر الاجتماع لانه اجتماع مهم. انت مدير تنفيذي. انت مدير الاجتماع. انت مدير. ما عندي. حلو الاجتماع ذا في وظيفة لك. في تصوير بيطلع في الإعلام بيطلع. أنا بذاتي مو بثوبي. ممتاز يعني تقدر تفك الثوب وتدخل. لا 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 لا. يعني بس. يعني مثلاً هذا تقدر تفادى مثلاً نكب على ثوبي. خلينا نكمل هنا. قبل الكلام قبل الكلام. طيق عليه. طيب يصورونك. أنا أجاوب شيء إذا صار فعلاً. لا فرض أنك قد يعني نزلت بالسيارة. الآن تبغى اجتماع تركض خلاص. وجاء الشاب كم معترض وشق ثوبك. طر اللي ما له طب هذا. مع بعد القهوة. قده من قبل ولا من دبر؟ من قبلي ودبري. يلا ها اجل ايش. لا لا بضطر اني اروح البيت وبعتذر منك سيد. يعني اجتماع ضوق عليه زياده. ضوق عليه ضوق عليه زياده. قايم عليك اجتماع باحتمال يؤجل. اذا كان هذا الاجتماع بتخسر فيه مثلا 10 مليون ضوق عليه. ان كان هم من قبل فحضر وان هم من دبر روح. 10 مليون الرزق عند الله يا رجل. والله يا 10 مليون ان بعضهم يحضر السناوي. انا بغيت اقول لا غير السؤال. غير السؤال قد قدام ادري وين. غير غير السؤال وعلى حسب في لا اعتذر اعتذر الرجال يقول ما يحضر الاجتماع من حقه. نعم نعم الا اذا فيه المبلغ اللي قلت. لا بالله كم مبلغ؟ ما في 10 مليون. 10 مليون بالسناوي يحضر. نعم ما في ما في مشكله. 10 مليون غير السؤال يا بندر يرحم والديك خلاص. توقف سعيد تعمق جدا. لا لا الربع السؤال على وجهه ما في. يلا اي صح 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 بس التضويق وانصب عضو بس عضو وقول. لا والله عزيز الحين بنضوق الحين. الورقه بيضة يا ولد ما في شيء. لا فيها سطرين ترى. عندنا عملوان احنا. اقر اقرا اقرا. يقول وش بتسوي لو كلفوك تحضر زواج وتقدم العانية وانت ما تعرف المعرس وغلطت في القاعة واعطيت المعرس الثاني؟ يا سلام هذه عدراك بتاع عليا كانت بالضبط. هذه سهلة يا ولد. كيف؟ جدك السؤال ذا؟ ما من عندي. ما من عيال. من فريق البرنامج. اللي سأل السؤال ذا الله يهديه سهل جدا. كيف سهل بتسوي؟ الفلوس ترى مبلغ كبير بضوق عليك. ايه مبلغ كبير. 250,000 ولا عندك غيره. ونفعت فيه. لا لا بعلمك افعلها افعلها قدام الرجل. ان كان مبلغ هو تبي حدد لا تضوق. لا هو كذا مبلغ. لا لا ما ما ضوق. 250,000 250,000 شوف لا لا ما في عنيه 250,000 متجمعين اخوياه من بطن نجران ليك 50,000 يا عجب عين. انا في عجب عين. لا والكلام خدمه وتقدم الجعداني. طيب تم معي عانيه الربع ودخلت لي على معرس ولا دريت انه هو دريت في الحفل يعني قد يفيده قد يفيده قد يفيده قد ما عطاه اخوه يوديها البنك. والله و 250,000 وهو معرس معرس صحت راسه والله لا خسر البنك. كيف؟ صحت راس المعرس الجديد وذاك علي عانيته انا. وش بتسوي ذاك؟ تمارا ولا ايش بتسوي؟ لقدان نجيبها بوجه الرجل مثل شروع. كوم هذا العيب يا ظلام. ضوق عليك يا قاعد يقول كلام. كيف نضوق عليك؟ يا كلام كلام ما اقدر اقول له شيء. ابغى كلمه راس اصلا مبدا العريس. ما انت مستردها؟ انا طالك نصها نصها. شوف لو ها في يدي وانا كشفت المعرس عرفت انه مو بذا بس قد وردت يبا لا بطلع منها بقول سم وانا غلطان وباخذ الباقي بروح رفيقي هبعطيه منها قسمه 4 3 تصرف ذا تصرف رجع
اي والله هذا التصرف الصحيح. يا سلام كلام سليم. يا سلام ما يحتاج سعد كلام سليم. بيبيع الشاصر الرجال بيبتلج. صديقي سعد بيضبطني ما عليك لا تحسن. العودة ما يبلش. والله ما شاء الله تصرف انا اذا صار موقف ذا معي باخذ معي صالة الطعام. فقلت الحين غلطانين جوا فلوس. الله يرحم امك. عي اضربه اضربه لين يعض الارض. خليه ذكر خذ فلوس تكسب. بعد كل الله اعطي ابو حسن 250 ربع مليون يا ابو حسن. ابو حسن اختيارك عندي اختيارك عندي ابو حسن. يا ايدي ايدي بيني وبينك اختيارك عندي ابو حسن. طيب طاحت واحده لا زانيم اعطيته سهله لا اعطيك اياها والله ما عندي براد صدق طحت لك في عله متسلح. لا اعطيته اياها والله ما اقدر ارده. هو في عرس والله يجعل في ذا الموقف يا رجل. لكن قبل لا اعطيها بعطيها منها اللي يكتبها الله. بيض الله وجهك يا ابو سعد. وجهك. وش بتسوي لو قمت من النوم وشفت الساعه ولقيت الاختبار بادي له 10 دقائق؟ اختبار ماجستير خلاص. ما هو مكتوب. هذا تضويق هذا تضويق هذا البدايه اخواني هذه اسئله وتحت تضويق ما تشوفون ما تشوف الا اللي مركز صح. التضييق عندنا احنا. طيب اختبار ماجستير مهم جدا. اخر اختبار. ايه ودراسه بفلوس. تطلع وشات الماجستير في ايدك. دراسه بفلوس انت دافع مبلغ وقدره. دافع 250 الف حق الرجال. يعني يا تخسر فلوس يا تخسر اختبار. انا مريت في الموقف ذا والدكتور الماجستير. عطنا الموقف. عطنا الموقف. بس يا سبحان الله من الله. حضرت وطلبت الدكتور. زامل ولا؟ لا ابدا بغيت ابكي. ابي اسلوبك انت دخلت اعتبر بندر بندر الدكتور وانت دخلت. غرقت عيوني. خربان غرقت هامر. وعطيته رياكشن قلت لله انا والله بعد قلت صار لي موقف مثله مو في الماجستير ولا مقطوع لوالدك في الثانويه بلا بلا الثانوي بصراحه ما ماجستير ما ماجستير في الثانوي صار الثانوي ولا ثاني ثانوي قويه ذي مشي ريج مشي مشي لا لا هو عدل عادي حصل لي فعلا في الجامعه صرف سليم ها والله سليم سليم جدا انا في الجامعه حضر بس ان الحمد لله جيت طلع طالب لو طلع عند النظام لو يطلع طالب واحد راح الاختبار انا والله حصل انا ولا مقطع ولدك حصل لي اني طافني الاختبار وجيت الدكتور اليوم اللي عقبه في الجامعه اذكر علم نفس النمو يعني تعرفون دكاتره علم نفس النمو كيف وضعيتهم ما يحتاج الله يفزنا وياهم ايه دخلت عليها اعرج اقول رجلي واني مسوي لي والمهم تعاطف معي الرجل واعطاني ورقه والاسئله انا دريبها الشعبه الثانيه نفس الشعبه الاسئله نفسها يوم جتني نفس الورقه سلام. وانا احلها من الفرحه بسرعة بسرعه وانا اقوم اسلم ما عاد في رجلي شيء طلع فيني ما عاد عرج كل وينك قلت والله راح طفت طاح الفاز براس ما لا نسيت الموضوع وجيت همشي صد تعافى قال لي العافيه تركت برا لا قال لي راسم يا رجال اي ولكن عاد تعاطف معي في الاخير مشى الموضوع كله عطني اسمه انا صارت معي نقل سكر نفس الموقف وجيت بس طلعوا الطلاب من الاختبار ثانوي ولا جامعه؟ لا لا جامعه طلعوا الطلاب من الاختبار وعندنا اذا طلع الطالب واحد بس طلع مستحيل ادخل ان كان يا ابي عندك اختبار او تجيب عذر لا وتعيد وجيت انا فتحت انا جاي لا في واحد من الطلاب مقابلني وين الناس مدري ايش ها ترى الاجابات كذا وانا ما بيسمع عشان ما يكون غش فهمت شفت بس ما شفت اي وغصبني وتغيصب إيه لا لا تطول لا تطول صوتك تكفى لا تطول اي ايش ايش ويقول اجابني الحق بس ويقول اجابات وانا اركض واجي اقول له الوضع زحمه وما ادري ايش من ذا الكلام يعني جاي اركض يعني ما فتحت الجوال ولا شفت الواتساب ولا جروب ولا ادري ايش العلم يا دكتور والله انا قالت ادخل اذكر الله اذكر الله هاك هاك حل اناظر الاسئله ما يبي انا الموضوع اللي انا ذاكرته وانا ماشي مذاكر وقد اتذكر كلام الرجال وادعي له في وقت الاختبار الله يجزاه خير بسم الله هذه كذا الله يوفقه هذه كذا طق طق الله الدعوه الاختبار كان من 40 حوالي والله العالم اذكر الدرجه بالتفصيل بس ما جبت حتى 20 يعني لا جيت بدري يعني غاش ولا ولا متاخر ولا في الماده اللي هي عليه ذاك المات ما يبلغ ذنب على الفاضي ذنب على الفاضي لك الله يعين ويغفر اي والله يعني كان في وقته في واتساب وقت ذا اي اذكر لك ايام كان معي جوال 20 عمية يا ابو عزك يا ابو سعد يقول 20 عمية بيضاء وجهك حيوان العين عطاني عطاني عمية هو خذها هاي عطاها هو حمل المادة حمل المادة يقول 20 عمية هو حمل المادة ابلش طال عمرك يحملون لك اكبر منها خل عاد هذا بيصعد المواضيع جاهز الله يعينك على التضويق
والله ضيقها كلنا لما تنسحب طلعت لا لا عندك عطنا سؤالك عطنا سؤالك الحين خلينا نتفاهم معك اعطيه انا اللي ادير الفقره اي لا رنك بالفاصل وش بتسوي لو لقيت حادث بالطريق والناس مزحومين عليه هل بتوقف تساعد ولا بتمشي لا والله بمشي لا هذه هيك باختصار اول شيء الخط واقف لا لا ما بوقف لا لا في تضييق طيب اذا كان حادث اسمع 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 اذا كان حادث يعني حادث بسيط وفي واحد من اخوانك والهده بدت خوي ايه خوي لين انضرب ما لما انها انضرب عشان ينفسخ ما عاد يمد ايده بالشارع لكن يوم جيت لا لا اصبر اصبر الطريق واقف وان انحلت المساله ذي الزحمه ذي السيارتين اللي متصادمه مساله ان انحلت بيفتح الخط وانت وراهم ما حد يقدر يكلمهم الا انت يعني الامر متعلق عليك يا يعني انك تخلي الناس يوقفون ثلاث ساعات ولا انك تنزل تكلمهم تقول صوروا واطلعوا في نجم وفي المرور في عوائل واطفال عندك شغل عندك اسمع اسمع لا بس انك نزلت انت قلت يا الربع صل على النبي اعطاك واحد الغايب لا لا صل على النبي ما في صل على النبي يقعد في السياره صل على النبي ما انت بنازل عندك موعد عندك موعد عندك موعد مهم صح الموعد بعده موعد موعد شايبك شايبي ميت الله يجعله في الجنه لا الوالدتك امي وهو امي في الكوخ عن سولف هني لا الموعد لا بتروح تاخذها من مكان تاخذها من مكان ضروري انك ما تاخر عليها تصور وترسل خالاتي الله يحييه اما امي ها ضيق علينا هو اللي ضيق علينا ما ضيق علينا عبد الله بالله يا زيد بسم الله خلاص ها عقب خالاتي خلصنا بسم الله وش يعني ما شفت قطرك جنبي ما شافها ما ترى ما بشوف ما شافها كل ذي الحركات ما شفتك طيب واحد وش ذي مكبرين الخط لا هذه سهلة عطني شيء غير لا 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 والله اقرأها وش بتسوي إذا عطني غير عطني غير جاك ضيف معه عياله وقاموا على الديكور حق المجلس وكسره ايوه لا لا ردها هذه تصلح له تصلح له رد رد انا ما عندي بيت ولا عندي لا لا بيت الشاي بيت الشاي برده لا صدق يقول ايش بتسوي اذا زارك ضيف في وقت وانت تعبان فيه وتوك جاي من الدوام ودك تريح بعد التعب سهله يلا علم سهله ذي ايش بتسوي زارك ضيف في وقت انت تعبان فيه توك جاي من الدوام ودك تريح بعد التعب سهله ابى قال طب اجلس معه كلها ساعه ساعتين وروح ويرس قام يسولف هو ايه صب بتحمل بس الى متى لين يروح إذا فكر غترة تمدد فكر غترة أنا نزيان شيء أبى تمدد يا برقد تمدد نزيان حاجة راح طويلة جايك من بعيد أبى تمدد الحين أبى أجيب لها فراش على طول نشيل عرفت الخطة ما نبغى فراش راقد من دونك اسمع بقول لك شغلة بقول لك شيء بقول اسمع أنا الضيف بقول أنا الضيف أنا الضيف بجيب فراش شوف أنا الضيف اسمع أنا الضيف بجيب لك فراش ما أبغى فراش جاي من طرقة ما أبغى أنا جبته دخلت المجلس نشيط راقد البارح اصبر دخلت المجلس ما أبغى أنت قلت ما تبيه ممتاز بجينا بفرشه عله انا عله عله انا اقصد لك انا عله بجينا بفرش الفراش شيل الفراش ما اصبر وبنسده ما جيت ارقد عندك انت بتسدح انا بنسده بقول يا سعيد من اكرام الضيف اخبطه ابى ارقد عندك عشان ابغيت اي شيء تدعين مقريم ارقد ابى اصورك وانزلك في سنابك حطه لا 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 خلاني في المجلس تصعيد هذا تصعيد هذا تصعيد عالي عالي كلام ولا مو بكلام خلاني في المجلس تصعيد غير والله ما ارقد سنه طبعا هذا المقدم يقول يفتح ورقه دي ويسال اي واحد لا لا لا, لا, لا لا ما قاله ما قاله ما عندك اربيز دول الشباب اربيز مع الفضاء ما في وش بتسوي لو عندك عزيمه لمناسبه مهمه مهمه طيب وانت مرتب لها ودقيت على مطعم قبل وقت العشاء وقالوا لك نعتذر منك سيارة التوصيل انقلبت غرفه يلا بنواشف رجيل مهم ما في نواشف لا دقيقة هذا مديرك في العمل لا ما في نواشف الضيف مديرك في العمل لا لا حلو لا لا ما مدير بالعمل الضيف شيبانه جايين من بيشه خلاص معهم شيخ القبيله راجع ابوي في الجنة امين ويتوفي عمانك الله يجعله في الجنة خوالك ما عاد الا واحد هو داعم طيب صلوا على النبي خوالك والله الصدق خل عمانك خوالك شيبانه من الجماعه جايين عندهم شغلتهم في الرياض الله يجعله وقالوا بنروح البندر وانت رحت الحادث ولقيت والله ان كان الوقت بدري ايه ها بات لحق المطاعم لا لا بعد العشاء بساعة ما في بعد العشاء بساعة قد ساعة ما عاد المطاعم فاتحة ما عاد في والرجال صور ما عاد الا دجاج صور لك على والرجاجيل لا افطروا ولا تغدوا يا سلام وصلوا من بيش على معاملة ونقادة وابطوا وطلعوا عليك اشوف والله لا فطور ولا غدا تكفى يا بندر والقطاوة متجمعة على الذبيحة تاكلها بعد الحادث هذه ما لها دخل ذي هذه من انواع التضييق
ما والله ما دامونها تضويق انت رحت تشوف الحادث عشان ما يعني رحت اشوف الحادث انا اي نعم نبي شفت الفاطيح ما في الا واحد مفاطيح ما في الا واحد عشان نضوق عليه لا نبي جوابه الحين جوابه انت يعني شفت التعداد ما بها تعداد ما بها الا طلي واحد قادم شخصية مهمة يقول شخصية مهمة شخصية مهمة تعداد جماعتك كرامة ما والله يعني جيت لقيت الجعدان في الدائري قعود واحد متبطن الدائري مخرج 33 والله شوفها مثل حق المطاعم ان كان معد المطاعم ان كان معد المطاعم عندك تطلع تروح تخليهم في بيت الحارة لا في المطاعم تفتح 24 ساعة ما عاد جاد عند مطاعم الرياض كلها قال والله لا لحم تروح تخليهم في البيت لحالهم برجع الريجي تدعي عليهم برجع الريجي برجع لهم خلاص بلحق لي في البيت ايش بتلعب تعطي معوالك كيف؟ تلعب البيت لا كنت في الثلاجة فيها لحم فيها دجاج ما في ما قضيت ذاك اليوم فاضي تاخذ من الجيران ولا الغاز خالص تاخذ من الجيران لو سمحت سؤال لي بساعدك عشان الفاصل بجيب واحد من ورعاني يا رجال يا جماعة الخير بنروح فاصل تفصيل وراجعينكم ونكمل احنا وياكم برنامج الناس والليل 80 الله يقرا ابليسكم كلنا هناك ولا